أولا نبارك للهلاليين ونبارك للداعمين وعلى رأسهم سمو الأمير الوليد بن طلال الذي رسم هذه الاستراتيجية الكاملة ووضع الرجل المناسب لهذه الاستراتيجية لتنفيذها. إدارة عملت بعملها. اليوم بالنسبة لجماهير الهلال، الهلال اكتمل وكان بدرا هذا الموسم، حقق إنجاز في إنجاز كبير، حقق بإنجازات في التسجيل، في النقاط، حقق في الأرقام القياسية التي حققها ونال عليها شهادة من موسوعة جينيس على أساس أنه أطول سلسلة. فيدل أن هناك عمل تراكمي، عمل منظم. هناك بيئة الهلال، الكل يعمل في بيئة مستقرة، بيئة منظمة، بيئة لها أهداف، بيئة لها استراتيجيات وتحقيق. طبعا الهلال أصبح الآن يحقق البطولة ورا البطولة بسبب هذا العمل التراكمي اللي ليس قائم على اللعيبة فقط، يبدأ من أعضاء الشرف إلى الإدارة إلى الجهاز الفني إلى اللاعبين إلى الجماهير اللي تساند الهلال، الجماهير العاشقة، الجماهير التي احتفلت اليوم احتفال خاص، احتفال فيه مبهر الحقيقة. قدموا فيه يعني أول احتفال يصير للهلال خاص بجماهيره، بلعيبته، بأعضائه، بمحبيه، في أرضهم، في ملعبهم، في بيئتهم. فنبارك لهم هذا التميز. وطبعا حققوا بطولتين هذا، وعندهم بطولة ثالثة في قادم خلال الفترة القادمة الجاية أسبوع 10 أيام لسه لم تحدد. ولكن إنه المبرح والمفرح فيه إن الاحتفالية أصبحت هلالية واحدة، ما كانت فيها مباراة. عملوا التنظيم، قدروا يعملوا إخراج كبير لهذا الاحتفال. التنظيم كان مرتب، اللعيبة كانوا مشاركين بعوائلهم بأبنائهم. ويدل إنه أصبح لاعب الهلال عند إدارة الهلال له قيمة كبيرة له ولعائلته. وهذه هي البيئة اللي اتكلم عليها، إنه أنت ريح لاعبك تاخذ نتائج مفيدة أو مبهرة لتحقيق بطولات. فنبارك لهم، نتمنى لهم إن شاء الله في مشاركة بطولة العالم للأندية أن يكون هلال مميز كعادته، وأن يقدم صورة مشرفة للكرة السعودية ولآسيا في بطولة العالم للأندية القادمة إن شاء الله.